شجر حمرا. مش عيب ولا حرام يا جدعان. متابعينا موقع مصر على الغير، ما زلنا مع حضراتكم حيث اللحظات الاخيره من عزاء المغفور له بامر الله الفنان محمد بطاوي، والذي وفاته المنيه يوم السبت الماضي، وشيع الجثمان من مقابر الفيوم، والان يقام مراسم العزاء داخل مسجد نصر الدين طبار بحي العمرانيه بحضور عدد من نجوم الفن، وعلى راسهم الفنان القدير اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه، والفنان منير مكرم، والفنان سليمان عيد، والفنانة ويزو بطلة مسرح مصر، والفنان محمد صلاح آدم، وعدد من نجوم الفن أتوا جميعا ليقدموا واجب العزاء لأسرة الفقيد محمد بطاوي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من لا يعرف الفنان محمد بطاوي بدأ عمله السينمائي والدرامي والمسرحي عام 2007، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية المختلفة، حيث شارك مع الفنان أشرف عبد الباقي في مسلسل راجل وست ستات، وشارك أيضا مع الفنان علي ربيع في مسلسل سك على أخواتك، وشارك أيضا مع الفنانة روبي، وعدد من نجوم الفن قد عمل معهم الفنان محمد البطاوي، حيث حصل على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ عمله السينمائي في عام 2007، وقدم أيضا العديد من الأعمال السينمائية من أبرزهم أيضا مسلسل الإمام الشافعي، والعديد من الأعمال السينمائية تشهد له بالأدوار المقبولة لدى عدد كبير جدا من الجماهير. لقب الفنان محمد بطاوي بصاحب القلب الأبيض، حيث أحبه الكثير والكثير من العاملين معه داخل الوسط الفني، وكل متابعيه وكل جمهوره المحب له، الذي دعا له بالرحمة والمغفرة بعد تلقيه خبر وفاته، حيث تسيطر حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني بعد رحيل الفنان محمد بطاوي بعد مروره بأزمة قلبية حادة. متابعي موقع بصر على الاخبار، وقد رحل الفنان محمد بطاوي يوم السبت الماضي، وشيع جثمانه من مقابر الفيوم، يقام الان مراسم العزاء داخل دار مناسبات مسجد نصر الدين طبار بحي العمرانيه
حيث حضر العزاء عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان القدير أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية والفنان منير مكرم والفنان محمد صلاح آدم والفنان سليمان عيد والفنانة ميزو بطلة مسلسل عذرا بطلة مسرح مسرحية مسرح مصر وعدد من نجوم الفن أتم ليقدموا واجب العزاء لأسرة الفقيد محمد بطاوي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من لا يعرف الفنان محمد بطاوي التحق بالعمل الفني والسينمائي المسرحي عام 2007 حتى يومنا هذا قدم العديد والعديد من الأعمال السينمائية المختلفة. من أبرز أعماله شارك مع الفنان أشرف عبد الباقي في مسلسل راجل وست ستات وشارك أيضا مع الفنان علي ربيع في مسلسل سك على اخواتك وأيضا مع الفنانة روبي في العديد من الأعمال السينمائية وشارك أيضا في المسلسل المعروف مسلسل الإمام الشافعي وقدم العديد من الأدوار السينمائية والمسرحية المختلفة حيث قدم الأدوار الكوميدية وأدوار مختلفة أثناء عمله في الفن. لقب في الوسط الفني بصاحب القلب الأبيض حيث أحبه الكثير وكل المقربين إليه داخل الوسط الفني حيث تسيطر حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني بعد تلقيهم خبر وفاة الفنان محمد بطل. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تتلقفهم من حفر النيران. اللهم اجعل المسيئين فخذ بهم وان كانوا صالحا كسب الاحسان اللهم اجعل عفوا اليهم لما اجعل ولا من الاسلام المسلمين. اللهم اجعل
عدلا ومن كان له حقا علينا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. متابعينا متابعي موقع مصر الاخباري، وقد انتهى عزاء المغفور له بامر الله الفنان محمد بطاوي. نسال الله سبحانه وتعالى له رحمه والمغفره وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. متابعينا متابعي موقع مصر الاخباري، وقد انتهى الان عزاء المغفور له بامر الله الفنان محمد بطاوي، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. الفنان محمد بطاوي صاحب الاعمال الدراميه والسينمائيه والمسرحيه المختلفه، حيث شارك في العديد والعديد من الأعمال السينمائية المختلفة، وله سابقة أعمال تحكي مدى محبة ووفاء الفنان محمد بطاوي إلى أصدقائه بعد عمله معهم في السينما والمسرح أيضا وفي كل الأعمال المختلفة. متابعينا، وقد طروا هطول الأمطار على منطقة وحي الهرم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المطر خيرا وفيرا وخيرا ذاخرا لمصر وللبلاد العربية أجمعين. اللهم احفظ مصر بحفظك واجعلها اللهم سائر بلاد المسلمين.
متابعينا، كما تروا الآن هطول الأمطار على حي الهرم، فاللهم اجعل هذا المطر خيرا وبركة وبردا وسلاما على أمة محمد، خير خلق الله أجمعين. اللهم بحفظك احفظ مصر، وبرعايتك احفظ ارعاها، وبكرمك اكرمها، واحفظ اللهم بلادنا العربية من كل مكروه وسوء، واجعلها يا ربي سائرة بلاد المسلمين. اللهم ببركة هذا المطر الطيب الطاهر احفظ مصر من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا أكرم الأكرمين، واجعل اللهم مصر سائرة بلاد المسلمين. اللهم اجعلها حوالينا لا علينا، وارزقنا ببركة هذا المطر رزقا طيبا مباركا فيه، وارحم اللهم في قيضنا، والهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رحل عن عالمنا الفنان المرحوم والمغفور له بأمر الله محمد بطاوي، نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة، وأن يتقبله اللهم من الصالحين والأبرار، وأن يرزقه جنة الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. اللهم اعف عنه وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، واسكنه اللهم فسيح جناتك، وارزقه اللهم الفردوس الأعلى. اللهم آمين. اللهم ببركة هذه الليلة الطيبة المباركة ارحم فقيدنا، واجعل يا رب مسواه الجنة، وثبته عند السؤال اللهم بحب المقربين إليه، وحب أهله إليه، وحب أصدقائه إليه. اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واسكنه اللهم فسيح جناته. اللهم اجعل له في قبره مد بصره، واجعل ليلته في قبره أسعد لياليه، واجعل يا ربي الجنة هي مسواه الأخير. حضر العزاء عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد صلاح آدم، والفنان القدير سليمان عيد، والفنان محمد صلاح آدم، والفنان منير مكرم، وعدد من نجوم الفن أتوا ليقدموا واجب العزاء لأسرة الفقيد محمد بطاوي. نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. متابعينا متابعي موقع بصرة الأخبار، وقد كما تروا هطول الأمطار على حي الهرم بالقاهرة، حيث أجواء من ورائحة المطر تعم المكان، فاللهم ببركة هذا الدعاء الطيب المبارك وهذا المطر الطيب الطاهر احفظ اللهم مصر من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا وبلادنا العربية في كل بقاع الأرض، احفظها بحفظك واكرمها بكرمك، واعف عنها برضاك وارض عنها برضاك يا ربي. احفظ مصر من كل مكروه وسوء.
اللهم هذا، اللهم بركة هذا الشتاء وهذا المطر الطيب النقي. احفظ اللهم بلادنا من كل مكروه وسوء، احفظ اللهم قدسنا، واحفظ اللهم فلسطين، واحفظ اللهم مصرنا العربية، واجعلها يا رب أمنا وأمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم في تلك الأوقات الطيبة المباركة احفظ اللهم مصر شعبا وجيشا ودولة يا رب العالمين، واجعلها اللهم سائر بلاد المسلمين، واجعلها اللهم سائر بلاد المسلمين، واجعلها اللهم سائر بلاد المسلمين، اجعلها اللهم في المقدمة الأولى لا في المؤخرة ولا في الصفوف الأخيرة، اجعلها اللهم في مقدمة الدول الأولى، واحفظها ورعاها برعايتك، وأكرم أهلها، اللهم إن أهلها كرام أكرم العالم كله فأكرمهم يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. متابعينا متابعي موقع بصرة على البير، وقد انتهى الآن مراسم عزاء المغفور له بأمر الله الفنان المرحوم محمد بطاوي، والذي وفاته ألمانية يوم السبت الماضي، وأقيمت مراسم العزاء داخل مسجد نصر الدين طبار بحي الهرم، حيث حضر العزاء عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية، والفنان منير مكرم، والفنان محمد صلاح آدم، والفنان سليمان عيد، وعدد كبير من نجوم الفن أتوا جميعا ليقدموا واجب العزاء لأسرة الفقيد محمد بطاوي. نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة، فاللهم برحمتك ارحمه وبعفوك اعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اجعل له في قبره مد بصره، اللهم اجعل في قبره نورا، واجعل ليلته في قبره أسعد ليالي،
واسكنه اللهم فسيح جناتك. آمين آمين يا رب العالمين. الفنان محمد بطاوي المعروف له والمشهود له بالمحبة وطيب القلب، حيث لقي محبة الكثير والكثير من كل المقربين إليه وكل العاملين معه، وقدم العديد والعديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية المختلفة. من أبرز أعماله شارك في مسلسل الإمام الشافعي، وشارك أيضا في مسلسل راجل وست ستات بطولة الفنان الشق عبد الباقي، وشارك في مسلسل سك على اخواتك من الفنان علي ربيع، وشارك في العديد والعديد من الاعمال السينمائيه المختلفه والدراميه ايضا، حيث بدا عمله ومشواره الفني عام 2007، وقدم العديد والعديد من الاعمال المسرحيه، حيث قدم شخصيه الكوميديه التي احبها الكثير والكثير من المتابعين والمقربين اليه، حيث سيطرت حاله من الحزن الشديد على الوسط الفني، ومعه عدد كبير من نجوم الفن وطلبوا له الرحمة والمغفرة. Thank you.